الرحمن، قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر أوصافها بما يدهش العقل، ذواتا أفنان، يعني أشجار باسقة ولها أغصان، بعدين فيهما عينان تجريان، بعدين فيهما من كل فاكهة زوجان دبل، بعدين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، وبعدين قال لما ذكر الملابس والمفارش والطعام والهذا بقي شيء وهم الحور، قال فيهن قاصرات الطرف، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتمتع بذلك في الجنة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بعدين قال كأنهن الياقوت والمرجان، تصور مرتك قدامك مثل المرجانة أو الياقوت تمشي قدامك كذا، أنا أجزم أن كل من في المسجد ما قد شاف الياقوت ولا المرجان، وأنا واحد منكم، لأنها من الأحجار الغالية والنفيسة ما ترى، ولا وإذا واحد عنده قطعة كذا تشوفونها بملايين الريالات. أنا مرة قدر لي وكنت في مكة فدخلت في سوق وإذا مكتوب محل بيع الأحجار الكريمة، فدخلت الدكان تذكرت الآية، وإذا رجال جالس ما عنده ماسة ولا شيء جالس وفي ده سبحة واحد ذنبه جنبه على مركب، قلت عندك ياقوت ومرجان؟ فطالع فيه ومسحني من رأسي إلى قدمي، قال وش تبغى هذه؟ قلت لا تسأل، أنا والله لاني بشتري ولاني من أهل الياقوت والمرجان، لكني سمعت الله في القرآن يقول إن الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، وأنا ما قد شفت الياقوت والمرجان، أبغى أشوفه وأفيدك، لا تشوفني ولا شيء. الرجل هز رأسه وقال ما دام هذا غرضك أبشر، وقام وفتح باب وراه ودخل، وإنه يفتح صندوق تجوري عرفت أنا من حركته إنه كبير، طب طب يعني ما هو سعنوني كذا من صغار هذه، لا صندوق صدق، وإنه يطلع منديلين فتح، قال هذا ياقوت وهذا مرجان. قلت اقرب شوية، قربت فيه، والله أيها الأخوة أنه من بريقه ومن لمعانه ومن جماله يكاد يخطف بصري، وشوية قبضه، قلت في نفسي كيف إذا قد هي مرة حورية قدامك، بالله تستحق هذه اللي نحن ضيعها يا أخوان.